السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم لو أنا عايز أعمل درس تعليمي وعندي فيه باور بوينت شغال والفيديو بتاعي شغال، عايز في بعض الأوقات أخلي الفيديو هو المسيطر أو هو الكبير والباور بوينت صغيرة أو مخفية، وفي بعض الأوقات عايز الباور بوينت هو اللي محتل الشاشة وصورتي تبقى صغيرة خالص. طيب البرنامج كامتازيا كل اللي أنا بعمله إن أنا بدوس ريكورد فبيفتح الشاشة بقول له ابدأ سجل، ولما أحب أوقف التسجيل مؤقتا بدوس F9، ولما بحب اوقف التسجيل خالص بيدوس F10. ده بينقلني بعد كده للشاشه ديت، بيبقى في اكتر من فيديو، ممكن تحط فيديوهات كتير هنا، ممكن تدوس هنا تقول له امبورت ميديا وتختار اي فيديو او تختار اي ملف من ملفات الصور الصوت وتبدا تسحبهم وتحطهم في الشريط اللي تحت. يعني ممكن تيجي مثلا امبورت ميديا وتختار مثلا فيديو، تمام، وليكن مثلا الفيديو دوت ده انا لسه مسجله من شويه، او نختار فيديو مثلا، ماشي خلينا نختار دوت اهوت. تختار صوره، تختار اي حاجه انت عايزها، وتقدر تيجي هنا على اوديو افكت وتختار نويز ريموفال، بيلغي لك اي تشوهات في الصوت وتسحب الصوت ده تعليه شويه وتقدر تعدل فيه الصوت زي ما انت عايز. طيب انا عايزين نشوف موضوع ان انا اكبر الفيديو ده هنا. طيب انا لو انا عملت سيلكت على الجزء ده بس وسحبته كده غطى على الباوربوينت، بس ده في طول الفيديو كله. طيب انا عايز من جزء هنا وجزء هنا، اعمل ايه؟ طيب ممكن اجي هنا واعلم على الاثنين دول واقول له قط اسبلت، فاصبح الجزء ده مستقل على الجزء ده. ممكن وانت في الجزء دوت تيجي على ديت وتصغرها على الاخر خالص ويبقى الباور بوينت هو اللي مسيطر، او حتى ممكن تلغي الجزء ديت، تمام، بس بلاش لان هي فيها الصوت. فممكن اجي هنا واقول له سبريت اوديو اند فيديو، ده عمل لي ايه؟ خلى في صوت وخلى في فيديو. دلوقتي انا لو لغيت الفيديو ده لوحده الصوت لسه موجود، تمام، الصوت موجود بس خلاص الفيديو بتاعي اتلغى. طيب انا لو جيت هنا، تمام، ورحت قايل لا ده انا عايز انا ايه الصوره بتاع الفيديو هو اللي يبقى موجود والباور مش موجود، خلاص ممكن تيجي هنا الجزء اللي انت عايزه وتقول له اقطع وتعمل مونتاج تلغي الباور بوينت ده في المنطقه ديت بحيث ان هو ما يكونش موجود، تمام. يبقى انا كده ببدل بين بعض، المهم ان انا احافظ على الصوت. لو انا الصوت مرتبط بالفيديو بتاعي وانا عايز الغيه بقول له سبريت اوديو اند فيديو فبينفصل مع بعض، ولما احب اقطع ممكن تعمل سيلكت الاثنين مع بعض وتقول له سبليت فيروح مقطع دي لوحديها ودي لوحديها، وتقدر تلغي الفيديو دوت وتقدر تستورد. حتى ممكن تكون انت تصور بكاميرا منفصله عن الكاميرا بتاعت الباوربوينت، فبمجرد ان انت تسحب بالشكل دوت هيحطها لك زي ما انت شايف كده. عايز تلغي الصوت خالص ممكن تعمل سيلكت للصوت وتلغيه. عندك هنا مؤثرات برضو تقدر تشيل الصوت، تقدر تعمل فيد ان فيد اوت، تقدر تعدل الصوت زي ما انت عايز. ممكن تيجي هنا تفصلهم زي ما اتفقنا وتلغي ملف الصوت لو انت مش عايزه وتحتفظ بيه الفيديو، تمام. طيب انا هلغي الجزء دوت وهلغي الجزء دوت. طيب بعد ما خلصت كل اللي انا بعمله بقول له شير واقول له انا عايز اسيف عندي على الجهاز، ممكن ترفعها على اليوتيوب على طول، وممكن فيمو، ممكن ترفعها لموقع سكرين كاست، كل الموقع اللي تقدر ترفع عليها، بس انا افضل انك تسيبها عندك على الهارد وبعد كده ترفعه براحتك على اي موقع انت عايزه، ترفعه على فيسبوك على تويتر زي ما انت عايز.